اليوم جينا نشاركوا في هذا اللقاء التعبوي اللي كيناقش مسوده قانون الاضراب القانون 97/15. اليوم نحن كمركزيه نقابيه جينا كندوا بهذا القانون اللي تم الاقحام ديالو في البرلمان من اجل المناقشه، وكنطالبوا بالسحب الفوري ديالو والاعاده ديالو لطاوله الحوار الاجتماعي مع الحكومه. نحن كمركزيه نقابيه لسنا بهوه الاضراب، بل نحن مع الحوار الاجتماعي، نحن مع المفاوضات من اجل الوصول الى قانون الاضراب اللي متوافق عليه من جميع الفرقاء الاجتماعيين. اليوم حنايا كنلاحظوا بان المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي حتى هو كان عنده راي في قانون الاضراب وطالب باعاده الدراسه ديالو. نحن اليوم جينا باش نناقشوا مع مختلف المناضلين والمناضلات ديالنا داخل الاتحاد المغربي للشغل القانون، وكنرفضوه رفض تام، وكنطلبوا ان شاء الله باعاده البرمجه ديالو داخل طاولات الحوار الاجتماعي. وشكرا. النشاط ديال اليوم اللي هو يعني كياخذ طابع مهرجان تعبوي حول يعني قانون مشروع قانون ممارسة حق الإضراب، واللي في الحقيقة الاتحاد المغربي للشغل اللي واكبت هذا المشروع منذ التنزيل ديالو او الاقتراح ديالو من طرف الحكومات السابقة، واللي هو في الحقيقة يصطلح عليه بالقانون التكميلي لحق ممارسة الإضراب، باعتبار على أن الإضراب كان دائما ومنذ استقلال البلاد وجميع الدساتير ديال المغرب ضمنت حق ممارسة الإضراب بشكل مضمون، واللي أن النقابات يعني في المغرب واللي على رأسها الاتحاد المغربي للشغل هي نقابة عريقة وتمتلك من 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 ممارسات ومن الأعراف ومن القوانين المنظمة لكل الأشكال الاحتجاجية بما فيها قانون الإضراب، يعني واحد 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 النموذج اللي معمر الاضراب يعني كيكون عنده طابع فوضوي او شي حاجه من هذا القبيل، باعتبار على ان كذلك ان النقاء ان الاضراب كيلتجئوا العمال ملي كيكون شي نزاع مع مؤسسه اما عموميه او مع اداره ديال شركه خصوصيه، واللي كيكون صعاب ان التوصل الى واحد الحل، او ان الاداره ديال الشركه او ديال المؤسسه كترفض الحوار، وبالتالي كتلجا الحركه النقابيه للاضراب من اجل الضغط وفرض الحوار وفرض واحد المجموعه ديال المطالب اللي كتكون مشروعه. وبالعكس يعني اليوم هذا المشروع اللي كيدمر واحد المجموعه ديال البنود اللي في الحقيقه اولا تسيء الى السمعه ديال المغرب حقوقيا على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني، ثانيا تتناقض مع روح الدستور البلاد اللي كيضمن حق الاضراب مضمون، لان الوسائل المواد والفصول اللي كيضمنها المشروع هي في حد ذاتها يعني كتعرقل ممارسه حق الاضراب، وكتمشي الى حدود يعني انها تعاقب جنائيا ان ممارسه هذا الحق ديال الاضراب. احنا بالجامعه الوطنيه القطاع الفلاحي فرع القنيطره نستنكر بشده المحاوله ديال الحكومه تمرير القانون مكبل الحق في الاضراب. هذا القانون اللي تمت الصياغه ديالو في الدهاليز والمكاتب ديال الحكومه دون الرجوع او الاستشاره لا للتمثيليات النقابيه ولا المؤسسات الحقوقيه، كما نستنكر بشده العزم ديال الحكومه انها تمرر هذا القانون في البرلمان دون اخذ بعين الاعتبار توصيات ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذلك المؤسسات الحقوقيه. هذا القانون هو ضرب بكل مضامين الدستور وكذا الاتفاقيات والقوانين الدوليه، كما ان هذا القانون هذا هو تصفية الآخر ملجأ للعمال والأجراء من بعد انسداد جميع قنوات الحوار والمفاوضات. اليوم احنا في قنيطرة في يوم تعبوي لمواجهات قانون تكبيلي للإضراب، هو من أتعس القوانين اللي تم عرضها من طرف الحكومة على 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 على, على الشارع المغربي بشكل عام وعلى الطبقة العاملة بشكل خاص. هو قانون أو مشروع قانون جا باش يدمج كاع القوانين الرجعيه والتراجعيه اللي كانت تستعمل في ردع الاضراب والمضربين منذ 1938، قوانين استعماريه تم استعمالها بالاضافه للفصل 288 من القانون الجنائي، وكذلك نظام السخره المفروض على الموظفين بموجب الظاهر ديال 58
اللي كيحدد الحق في العمل النقابي في الوظيفه العموميه الى غيره من القوانين التراجعيه، تم ادماجها للاسف اللي كنا كنطلبوا باسقاطها، تم ادماجها في هذا القانون. كذلك تم ادماج واحد العدد من الحاشا باش نسميوهم يعني اجتهادات قضائيه، هي سوابق اداء قضائيه مخزيه كانت جات في تكبير في شان تكبير القانون، تكبير يعني الاضراب، واللي جات من اجل يعني منع الاضراب داخل مقرات العمل، منع الاضراب يعني المفتوح، منع الاضراب التضامني، يعني واحد العدد من الاجتهادات القضائيه، تغريم المضربين والنقابيين بسبب الاضراب الى غير ذلك، واحد العدد من الاجتهادات القضائيه كذلك تم ادماجها في هذا القانون، بالاضافه للممارسات يعني الرادعه والممارسات المعاديه للحق في الاضراب من طرف الباترونه ومن طرف الدوله طيله هذه السنوات اللي دازت منذ الاستقلال الى يومنا هذا. هذه الممارسات تم كذلك تركيزها وادماجها في هذا القانون، وحصلنا على اضراب، على قانون يكبل فعلا ماشي ادعاء، يكبل الحق في الاضراب ولا ينظمه، علما على ان الدستور من 62 هو تيقول الاضراب مضمون، علما على ان التشريعات الدوليه من 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 من, من العهد الدولي الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه اللي خرج في 66 77 واللي تبناه المغرب في 79 كيلح على ان الحق في الاضراب حق مضمون وحق انساني ماشي غير حق عمالي، ما استندوش على هذا المشروع، ما استندوش كذلك على المكتسبات ديال الشعب المغربي في مجال الحريه والحق في الاضراب اللي على علتها كانت مكتسبات مهمه، كلها التراكم الايجابي لا الحقوق الدولي ولا التشريعي الوطني ولا الممارسه الوطنيه اللي كانت يعني نقدر نقول لها ممارسات حسنه، تم يعني اقصائها وتم الاعتماد كما قلنا قبيله على ترسانه من القوانين والاجتهادات والسلوكات المعاديه للحق في الاضراب، واخراج هذا القانون هذا للاسف تنضاف لواحد العدد من القوانين اللي جات في البلاد وهي قوانين تراجعيه، لا القانون الجنائي ولا قانون المسطره المدنيه الان اللي هو موضوع انتفاضه ديال المحامين اللي كنعبروا على التضامن ديالنا معهم بهذه المناسبه.